بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف حسين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. نحن في أيام النفحات، من نفحة إلى نفحة ومن خير إلى خير، ونسأل الله تعالى أن يتقبلنا في هذه الأيام المباركة. آمين يا رب. آخر آية قلناها في الإسراء والمعراج هي نزلت لأجل سيدنا حمزة عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جاءت الآية بصيغة الجمع: وإن عاقبتم، لأن كان رأي الصحابة، رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأخذ فيه 70 رجلا. نعم. الله سبحانه وتعالى عدل، الله يعلمنا العدل. نعم. يعلمنا بأن كل العباد عنده سواسية لا فرق بينهم، وأراد أن يعلم حبيبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أن يأخذ بالصقر فليأخذ واحدا بواحد. نعم. عاقبته بالمثلية يعني، ولئن صبرتم، والله وإن كنت هتجي للصبر يبقى أفضل. نعم. لئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بنا. نعم. ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم هم على 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 استنى خديجة أو على عمك أو على عمك الثاني، ولا تحزن عليهم. نعم. ولا تكن بضيق مما يمكرون، في قراءة لقالون: ولا تكن بضيق مما يمكرون. يعني الحبس: ولا تكن بضيق، بالنسبة للقالون: فلا تكن في ضيق مما يمكرون. الاثنين واحد يعني. نعم. إن الله مع الذين اتقوا الذين المحسنون، تشمل الخصوصية والعامة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله سبحانه وتعالى سبحان للتنزيه. يعني سبحان للتنزيه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد. سبحان بلغة التنزيل لله سبحانه وتعالى. أسرى بعبده أي الذي أسرى هو الله سبحانه وتعالى، ولا مجال في الكلام. أيوة، ولا مجال لكلام بعض المشككين حينما يقول بعبده. قلنا قبل ذلك: إذا بالجسد والروح، لقد دعاه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان في كرب وحزن، وقال تعالى: يا حبيبي إن كان أهل الأرض سخروا منك، وإن كان أهل الأرض قالوا فيك ما قالوا، فتعالى عندنا في السماء نحتفل بك في السماء. الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب أعطاه هدية تكلمنا عليها قبل ذلك، ولكن هذه الهدية عاقبة الصبر. نعم. وعاقبة الكرب. نعم. ودائما الفرج كما قلنا يأتي بعد الكرب. نعم. وهذه سنة الله في خلقه سبحانه. يعني مثلا حتى من الناس العادية، واحد يجيله كرب أو حزن أو يحصل عنده حاجة ربنا يختبره فيها، تبص له يبقى تقدر نجح. نعم. ربنا يديله إيه؟ يبقى الحاجة دي أصبحت باب لإيه؟ أصبحت الكرب أصبح باب للفرق. نعم. عطاء. عطاء. ولولا الكرب ما كان الفرق. نعم. ولولا العسر
مكان اليسر. ولولا المرض ما عرف الإنسان الصحة، كما قال من كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. أتى بالهدية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما رأى، قلنا بعض الآيات الذي رآها، وهناك آيات أخرى رآها أيضا وزكاه تعالى الله في ذلك. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وتطلق كلمة الآيات آيات في آيات كونية تأتي من المكون للأكوان، تأتي من المكون للأكوان. آية قد رأى من آيات ربي الكبرى. باختصار الموضوع عشان نخش بالموضوع التاني. وبعدين بعد ما خد الهدية كان الأول في صلاة، ولكن كانت بكيفية أخرى، قيل بأنها كانت ركعتان ركعتان. ولما جاءت هذه الصلاة نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وعلمه كيف يصلي أي الصلاة والسلام. فلما تعلم الصلاة وجد في نفسه حاجة إلى توحيد قبلة المسلمين. نعم. والله تعالى يكشف ضلال اليهود ويكشف ما عندهم حينما قال سيقول السفهاء. نعم. استقبالي لما سيحدث يعني. نعم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل يا محمد لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لاحظ معايا اللي في نفس الصوره، صوره البقره، ولله المشرق والمغرب. فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني ليس هذا شأنكم، ولكن الشأن شأن الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة الإسلام كلها طبعا أمة وسطية. ما خير رسول الله، كما رأت سيدتنا عائشة رضي الله عنها، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسما. نعم، صلى الله عليه وسلم. المنحة الكبيرة منحة تتبع منحة. بعد أن أعطيها منحة الصلاة، أعطيت أمته منحة أن تكون هي الشاهدة على كل الأمم. الله، الله أكبر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكون شهداء على الناس. مش بس كده، ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلى الله عليه وسلم. درجات عالية وكبيرة أوي، يعني من درجة إلى درجة ومن منحة إلى منحة، وده كله بسبب الكرب اللي هو شافه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني اختبار. نعم. إحنا هنشوف مين اللي بيتبعك ومين اللي مش هيتبعك.
الرسول والله إذا نجح، والذي ينقلب على عقبيه انقلب على نفسه. نعم. وكانت لكبيرة يعني كبيرة، هي موضوع الاختبار نفسه كبير. لأن دي مفاجأة. يعني إيه المعنى إنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونرجع تاني من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ وإيه الفترة بسيطة 16 شهر. فترة بين الموضوع ده والموضوع ده 16 شهر. وأتى بهذه الهدية الأخرى وبهذا الاختبار للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا محمد أمتك هتكون شهيدة على الأمم وأنت هتكون شهيد على الناس، والاختبار ده هنشوف الناس اللي هيتبعوك واللي مش هيتبعوك. وإن كانت لكبيرة أي هذا الاختبار كبيرا كبيرا إلا على فئة معينة. هنا تدخل هدى الله سبحانه وتعالى. إلا على الذين هدى الله. ولازم يصرف لهم هدى ذو، خلي بالك. ليه بقى يصرف الهدى؟ ممكن يكونوا ايه؟ يقولوا برضه زي السبهاء، يقول لك الله زي اليهود. يعني احنا ايه؟ احنا لسه كنا في مش عارف ايه ونرجع تاني من المسجد مش عارف ايه. يعني هو اختبار كبير وربنا وصفها بانها لكبيرة. يعني اختبار كبير. إلا على الذين هدى الله. وما تخافوش. وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني الصلاة اللي سبقت قبل كده، قبل فرض الصلاة التي فرضت في الإسراء والمعراج، الصلاة التي سبقت الله تعالى لن يضيعها. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليضيع إيمانكم. يعني اللي سبق برضو احنا ايه؟ هنقبله. وهنقبل الجديد. يبقى الاثنين سبحان الله الرؤوف الرحيم. هو قال كده بقى الاخر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف بكم ورحيم. نعم سبحانه وتعالى جل جلاله. بعدها مباشرة خطاب خاص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ان سيدنا زكريا برضو كم ايه ازداد ربه نداء خفية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برضو ايه ما تلفظت بألفاظ، هو برضو قال لي مش فوق كده، يعني بقى نداء ايه قلبي لا خفي. هذا أمر ربنا بقى سبحانه وتعالى السميع البصير من فضله وكرمه. قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء. هنا في لطيفة، فلنولينك قبلة مش في قبلة أرضاها، لا دي لطيفة، لكن قبلة ترضاها أنت. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. نعم يعني القبلة ديت اللي أنت عايزها ترضاها اللي أنت عايزها. الله أكبر. فهو اللي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب لهم اليهود. هم أهل الكتاب. لا يعلمون أنه الحق من ربهم. مشكلة أنهم عارفين. وما الله بغافل عما يعملون. عارف العامل الجهاز يبقى عارف الجهاز ده إيه. إيه العطل اللي فيه. عارف حاله. وإيه اللي يصلحه. وعارفهم. حتى أخبر عنه قبلها سيقول سبحانه. وفعلا هم قالوا كده سبحانه وتعالى. إخبار قبل أن يأتي الخبر. فسبحان الله.
وأنبأوا بقى بما عندهم جميعا. قال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني جبت لهم دلائل الدنيا والآخرة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أو بكل معجزة وكل آيات ما تبعوا قولاتك، برضو مش يعني مش وراء هم 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 فيهم العوج وفيهم ايه الغردة. وانت على كل حال وما بتابعين قبلتهم، انت احنا عملنا لك قبلة انت وامتك وحدنا لك القبلة، ها؟ نعم. اما بعضهم بتابعين قبلة بعض، تحذير بقى مش كلام لك يا جارة وكلام عام لحضرة النبي مش لوحده، يعني خصوص وخصوص من العموم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. لمن الظالمين. وهو معروف إن لهم هوى. نعم. بس المستحيل إن حضرة النبي يسيب ربه ويتبع أهواءه. ولكن مش أنت بس، وكل أمتك لا توالوهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء. أولياء أولياء، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى. الذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود اللي هي التوراة، يعرفونه ديت، يعني ممكن يعرفون الكتاب، ما هو كتابهم اللي هي التوراة اللي نزلت عليه، وأيضا يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتبهم دلت عليه. كتبهم دلت عليه صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم، مش كلهم، في ناس منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طيب، وعشان نطمنك قوي نطمئن قوي، ولكل وجهة هو موليها هم اللي المشكلة في خلص بقى. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا هتروحوا في هذه أرضي وهذه سمائي. سبحانه، أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. الله. ويجي بقى النتيجة ربنا يجيبها في نفس الصورة. النتيجة اللي عايزها ربنا يقولها في نفس الصورة. ايه النتيجة بقى اللي ربنا عايزها من الناس اللي هم اللي اتحدت قبلتهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أنت يعني أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب، يعني مش دي المشكلة، مش دي المشكلة. لا، مشكلة في اللي جاية بعدين. ولكن البر، ولكن البر في الإيمان، ولكن البر من آمن بالله يوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. شوف كم حاجة بتعدوم هنا، المسؤولية كبيرة أوي 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 أوي. منهج هو يعني اللي كله هو ده المقصود
لأنكم تصلوا إلى هذه الدرجة. الله. لأن الإيمان مش الإيمان مش قليل. وبعد الإيمان عوامل الإيمان بقى. التالي دي عوامل الإيمان. الإيمان والعوالم وأعمال والأولئك وما يتبعه الإيمان وما يتبعه. هذا كله سماه الله بر. ولكن البر عاوزين تعرفوا البر؟ البر في الإيمان وما يدعي الإيمان. احنا قلنا ده نقول ممكن عشان نعدوهم أصابعنا كلهم بقى عشان ربنا إن شاء الله يجعلنا مؤمنين. أمين يا رب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة ثلاثة والكتاب والنبيين وآية المال على حبه ينفخ يعني في حب الله خير ما ينفخ هو في حب الله سبحانه وتعالى. ذوي القربى واليتامى ذوي القربى الأول طبعا في أولويات هنا ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عن اليتيم أقل درجة من المسكين. يتيم هو الذي لا يملك قوت يومه فله الأولوية. والمسكين هو الذي يرود عشرة ويدخل له سبعة يعني عاوز تكمله بعد درجة الايه؟ درجة اليتيم. يعني الأحكام مرتبة هنا ايه؟ وابن السبيل. كم واحدة كده بقى؟ والسائلين. هم كم واحدة من الأول؟ عدتهم كم واحدة بقى؟ انت عاوز تعمل لك لو ربنا تعمل لك كتاب كل واحد عايز كتاب. عشرة لغاية دلوقتي. والسائلين 11 وفي الرقاب. نعم 12 كده. وأقام الصلاة 13 وآتى الزكاة 14 والموفون بعهدهم نعم 15 والصابرين 16 في البأساء والضراء توحيد البأس. دول بقى كلهم أولئك الذين صدقوا. الله أكبر. الله مش بس صدقوا خلاص خلي بالك لسه في حاجة تاني. أولئك وأولئك هم المتقون. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أولئك هم المتقون. شوف الموضوع يعني الموضوع تحويل القبلة ده شوف اختبار وبعد النجاح في الاختبار نجحته عطاء هتوصلوا للإيمان توصلوا للبر قصدي. وما هو البر؟ عرفوا ان البر هو الإيمان وما يدعو وما يدعو من اللي يعني ايه التوابع اللي قلناها اللي هم 16 و17 حاجة دول كلهم. هذه كل العملية كلها. وهذا الشهر شهر رجب شهر مبارك. وشهر شعبان شهر عطاء مثل شهر رجب. إن شاء الله سيأتي شهر ثالث ربنا وصلنا له إن شاء الله. كل نفحات برضه. الله سبحانه وتعالى بين وقال للرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام ونزلنا لتحقيق اللي احنا قلناه ده كله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم تبين الناس ايه؟ لا نزل إليه. ايوه ولعلهم يتذكرون. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى هذا والله اعلم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. امين يا رب. والسداد في الامر. امين. ونسأل لكم اليسر امين في كل شيء. امين.
أن يعيذكم من العسر في أي شيء، وأنصر أنه سبحانه وتعالى لا يحملنا ولا يحملكم فوق ما تطيقون، ويجعلنا أهل الإحسان، ولا يجعلنا أهل الامتحان، لأن نحن ضعفاء مساكين. اللهم عاملنا بالإحسان، وعاملنا بالعدل، اللهم عاملنا بالفضل ولا بالعكس، ولا تعاملنا ما نحن أهله، وعاملنا سبحانك بما أنت أهله، فسبحانك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.